سلام الله عليكم. اليوم أحب أتكلم معكم عن قضية الأخت أحلام، ما أدري من، المهم صاحبة العدين اللي دخلوا لها للبيت وقالوا كانوا يدوروا بزوجها. طبعا المشكلة هي من بدايتها هم اتهموا هذا المرأة اللي ماتت، قالوا إن زوجها سارق، نفذوا عليهم وجو لهم للمنزل. أهم شيء إنهم انتهكوا حرمة المنزل. هؤلاء دي جو من قبل الشبيبي، مدير أمن المديرية أو مدري اسمها أبو بشار، ودخلوا البيت بالرغم ان المرأة قالت لهم ما حدو. طبعا لو كان قاتل، لو كان زاني، لو هوش ما هو، ما يدخلوا المنزل، ما يدخلوا يشوفوا المبهمرة وجهال، ما ينتهكوش حرمة المنزل مهما كانت جريمتها الرجال. قالوا له ماشي ماشي، بيلقوه بأي مكان ثاني. المهم انهم دخلوا ودقوا المرأة وتم اسعاف المرأة. المرأة ماتت اثر تلك الجريمة، سواء عسوها ما عسوها شيء، المهم انها ماتت، حتى انها افتجعت فجيعه وماتت. ماتت بسبب هذه الجريمه. هذا القضيه ما فيها. في مثل هذا القضيه لا يمكن السكوت عنها. ولا اي يمني ولا اي حر بيضة، حتى الحوثة انفسهم عارفين ان هذه الجريمه ما قد وقعت، ولا يمكن السكوت عنها. الساكت عن الحق شيطان اخرس. طبعا اللي يقولوا ان الحوثة عارفين بالمشرفين اللي هم زفت ومدري ايش، بس انهم ساكتين من شان الوضع لا ما تتم الحرب وبعدين بيصفوهم، لا هذا مش كلام. اذا الحوثة بيستمروا على هذا الطريق فهم بيسقطوا، لانه انت اذا ما نظفت شيء ذي بالداخل لا يمكن انك تفوز على العدو الخارجي. فنرجو من الجهات المعنيه التدخل في الموضوع وحل القضيه واتخاذ الاجراءات اللازمه في اسرع وقت، لأن الكرامة لا يمكن السكوت عنها. ما حاربنا وما ماتوا الناس جوعوا وصبروا إلا من أجل إن كم من كلب ابن كلب ما يدخل البلاد ويهيننا، وذا الحين بيجي هنا نيجاريا اليمني. هذه القضايا لا يمكن السكوت عنها. فأتمنى من الجهات المعنية ومن الدولة إنه يتخذوا الإجراءات اللازمة في أسرع وقت. قلنا يا فاجعة ضاقت بها كل البلاد، هدت ثبات الشامخات الجامدة، يحزل هذي حي واللي هو جمال، مجنون شايب طفل والده، والله والله انها تنهي بلاد، والله يشهد والرجاجيل شاهد. كأنها طعنه اتت وسط الفؤاد، في صدر كم من حر عزه قايده، فعله لها الجمهوريه تعلن حداد، ماشي كما ها قد راينا واحده، العدل يرغمني على صهوه جواد، افزع مع المظلوم وامسك ساعده، من ذي حصل برضه العدين القهر زاد، فوق الالم والقهر ذي بن كابده، من حل الملعون باعراض العباد، يدخل بيوت الناس ذي هي راقده، كيف تنتهك حرمه بلا اي استناد، حرمه منازل يا القلوب البارده، حتى ولو هو زوجها سارق وباد الشعب كله ما عدا بقى بايده، ما تدخلوش البيت والعالم رقاد، تدقدقوا مرأة قريبا والده، مشهد بلا تعليق أو أي انتقاد، وأولادها يبكوا وهي متمددة، لو هو أبو وأبو وأبو لآخر بلاد، والله ما اسكت دام روحي واجدة. ومقصدي بالشعر إيصال المراد للدولة اللي للشريعة قاصدة، تنظف الأنجاس وتزيل الفساد، وتعدم المجرم وتلعن والده، وسلامتكم وساره يقول.